بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنعرض الآن لليتر كودز، بنستكمل الليتر كودز، فبنوضح إن عندنا بيقول لي البلوك اللي قدامنا ده بإذن ده بلوك أوف إنفورميشن، ده بنسميه بلوك أوف إنفورميشن. فبيقول لي each instruction to the machine consists of letter followed by a number. زي ما احنا شايفين كده قلنا ايه N5، يبقى دي الالفا نوميريك ال N وبعدين الفايف، G90 G20 and so on. بيقول لي each letter is associated with a specific type of action or piece of information needed by the machine. يعني كل زي ما احنا بنقول ايه اللغة اللي انا بتكلم بيها معاكم دلوقتي، ان انا بوضح لك باللغة اللي انا بتكلم بيها ايه المطلوب مني. طب انا عايز ما هي اللغة التي سوف اتحدث بها الى المشين؟ فقال لي هي ايه الالفا نوميريك كود، واللي ليها فورمات ان احنا بوضعها في صورة بلوكس. ما هي الليترز اللي هي used in codes؟ هنجد ال N والG والX والY والZ and so on، هنمر عليهم بالترتيب، والF والS والT والR والM، هنعرف كل الأكوادز اللي احنا بنعرض لها دلوقتي، هنعرفها تفصيلا وهنشوف كيفية استخدام. لكن في المقام الأول اللي عايز أوضحه لك، ان انت لازم يكون عندك البلوك اوف انفورميشن، عنده البلوك اوف انفورميشن في الانف انفورميشن اللي تكف اللي بيها الماشين تقدر تنفذ عملية محدد. فلو جينا بنقول نشوف ما هي الأكواد المتاحة عندنا، احنا خلصنا الN codes اللي هو بيبدأ بيه البرنامج، بنيجي بعد كده بنقول عندنا G codes. ما هي G codes؟ بيسموها preparatory functions، وبيقول لي involve actual tool moves. يبقى إذن هي بتتعلق بحركة الـ tool. وبعدين عندي الM codes اللي هي بنسميها المسيلينس فانكشنز، او في بعض الاحيان بيسموه ماشين فانكشن، انفولف اكشن نيسيسري فور ماشينينج. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يقول لي زي ايه حركه السبندل، زي مثلا نقول ايه ام 03 اون ام 05 اوف، وهكذا. دي الايه اللي هي بنسميها الام كودز، او تتعلق بالكولنت. فاقول له لو عايز اعمل الكولنت اون اللي هو اللوبريكيشن او التبريد، بقول له ام 08 او ام 0. يبقى خد بالك ان كل كلمه بتكلمها ايه عباره عن الفا يتبعها ايه نوميريك فاليو. نيجي نكمل الليتر كودز. فبنقول عندنا انا اتكلمت على الجي وعلى الام، باجي بقول ايه ادي الاكس واي زد. ايه الاكس واي زد؟ انا لو شغال على الميلينج ماشين، قلنا اللي يفرق الترننج عن الميلينج ان الترننج معظم الترننج سنتر بتشتغل في الاكس والزد، اما الميلينج ماشين فبتشتغل في الاكس والواي والزد. فما هما الاكس والواي والزد؟ كودز بيقول ار يوز تو سبيسيفاي the coordinate axes. يعني انا همشي في اكس مسافه قد ايه، همشي في واي مسافه قد ايه، هنزل في زد مسافه قد ايه. دول اللي بنسميهم الاكس واي فاليو. طب هل هم برضو الفا نوميريك؟ نعم. فهاجي لو بصيت في التمرين اللي قدامي بيقول لي ايه جي 00 اكس 1 واي 1. what does it mean؟ ان انا همشي في اتجاه بوزيتيف اكس 1 مليمتر، وهمشي في اتجاه بوزيتيف واي 1 مليمتر، وهاجي في الزد همشي برضو بايه بواحد من عشرة مليمتر. بإذن هو نفس الكلام اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو ايه الالفا نوميريك. فبيقول لي ايه number following the code defines، يبقى الرقم اللي هيجي ورا الاكس او الواي والزد اللي هو ايه number following the code define the coordinate at the end of the move. يبقى دينا بقول له معناها ان انا ايه دي النهايه، انا همشي فين في واي مسافه قد ايه، نهايتي اللي همشي فيها في الواي هي واحد مليمتر، نهايه اللي همشي فيها الاكس يعني هوصل لحد فين. بيقول ايه of the move relative to an incremental or absolute reference point. احنا طبعا عرفنا ان احنا نقدر نشغل المشين اذا كانت هنشغلها absolute او هنشغلها incremental عن طريق G90 و G91، ودي اللي بن ايه بنضعها من اول البرنامج عشان نقول اذا كنت هتشتغل absolute او incremental، او اذا كنت هتشتغل G20 او G21 اللي بنشتغل بالانش او بنشتغل بالمليمتر. بيقول لي the number may require that a specific format be used. what does it mean؟ يقول لك يعني ما تقول 3.4 what does it mean؟ يبقى انا عندي 3 digits قبل الديسيمال واربعة digits لما يقول لي 3.4. فبيقول لي 3.4 means that 3 numbers before the decimal and 4 number after decimal.
يبقى انا اللي همشي بيه في البرنامج امشي بيه ثابت. فمثلا في بعض البرامج هتلاقي يقول لي ايه، بدل ما يقول لي ايه جي 00، خد بالك من الحته دي بقى، يقول لي جي 0، بدل ما يقول لي جي 01 يقول لي جي 1، فدي مقبوله هو بس همشي البرنامج كله بنفس الطريقه. بدا يقول لي ايه لما يجي يكتب بقى رقم زي ده يقول لي ايه اكس بوينت 1.534، يبقى هو عايز ايه 5340، يبقى هو في 4 ديجيتس افتر دي ديسيمال بمشي بيها في كل البرنامج، يبقى البرنامج بتاعي موحد. بكده نكون وصلنا نهايه هذا المقطع، نراكم ان شاء الله في المقطع القادم. السلام عليكم ورحمه الله.